لقيت البيضه الثالثه. ده معنى كده ايه؟ النتايه بيض، ثلاث بيضات النتايه بار الثلاثه، وهم في السلاكه محبوسين عشان محدش يقول لي ده بيض حد تاني. طبعا معظمكم هيقول ايه، لا نتايتين اهو يا جماعه، الثلاث بيضات كسروا بيضه. والله اول ما اشوفها دلوقتي مكتوب عليها 6-1 اهو، 6-1، بس طبعا الكسر ضيعها. والبيضة التانية برضو اهي 6-1، اللي هما متبيضين في نفس اليوم، البيضتين دول في وقت واحد اهم. بعدها بيومين البيضة دي انا ما كتبتش عليها، بعدها بيومين دي كانت 8-1. انا شاكك ان هما نتيتين وانت شاكك ان هما نتيتين. طيب انا طفيت النور وتعالى نفرز البيض. بقالهم دول 7 ايام، ودي الاخيرة بقالها 5 ايام اللي هي ما كتبتش عليها تاريخ. هنبدأ باللي هي اخر بيضة يا جماعة، معرقة اهو بس لسه جديد، عمرانة برضو هنا، دي من قبلها شوية فباين فيها اكتر، ده اوضح. طب دي دي البيضة التالتة اللي هي كسروها، دي كانت فارغة. الباب ده هنقفل على طول، انا باكل واقفل. وقت ناخد البيض البطين بتوعها دول احضنهم تحت حمام تاني. انا عايز اعرف واتاكد، انا لسه شاكك لحد الان، انا لسه شاكك رغم ان البيض مخصب. عايز اخد البطين احطهم تحت حمام تاني احضنهم، في نفس الوقت استفاد ان يطلع لي من السلاله اللي هي الحجم الكبير ده، انا محتاجهم ان انا اتجوزهم من الحمام اللي عندي، الزغاليل اللي هتطلع منهم، علشان برضو زي ما قلت لك موضوع تجديد الدم ده، وفي نفس الوقت استفاد عيش زياده، واتاكد كمان من الحمامتين دول ان هم ذكر وانثى ولا انثيتين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم، ازيكم وحشونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناه مشروعات صغيره وتربيه الحمام. موضوع فيديو النهارده نفس القص اللحم اللي هو كان بيض 3 بيضات المره اللي فاتت، وانا افتكرتهم نتيتين. زي ما قلت لكم هنتابعه مع بعض. انا المره اللي فاتت شلت البيض بتاعه وحضنته تحت حمام تاني. النهارده بالظبط 24-1، احنا النهارده الوقت تقريبا العصر، فلقيت النتايه برضو باضت البطين مع بعض في نفس الوقت زي المره اللي فاتت. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هشيل البيض منها لان هم القص تقيل فبيكسر البيض. في ناس شككت ان اللي معاها الذكر ده ان هو نتايه، وقالوا ان مفيش حمام بيبيض 3، لكن طبعا الذكر حجمه واضح جدا، لدرجه ان في ناس قالت ده ذكر كينج مش لحم، لكن هو لحم يا جماعه، لكن هو لحم زي اللي شفناه كده في الكويت اللي هو بالختم، حجم بسم الله ما شاء الله. اعطي للنتايه نص قرص من الكالسيوم ده، دي 3 اف، واعطيها فصين توم اقشرهم وزغطهم لها كده، وبرضو لما تبيض تاني بكره هعطيها، وبعد بكره هعطيها برضو نص قرص الكالسيوم والفصين التوم. كتبت على البيض اهو مميز 24-1. البطين هشيلهم دلوقتي، هي بيضة بلاستيك هحطها يرقدوا عليها علشان نشوفهم هيبيضوا البيضة التالتة ولا لا. طبعا هنحتفظ بالبيض في مكان آمن، هبحط له في علبة كده وفي قطن وعينه في مكان آمن لحد ما نشوف باقي البيض. بقفل النهاردة 26-1، طبعا يوم 24 بيضة البطين اللي انا شلتهم وحطيتهم في العلبة دي، العلبة كده بحتفظ بيهم على ما نشوف النتاية تبيض اليوم اللي بعده ايه، لان طبعا هي بيضة البطين دول في نفس اليوم. لا النهاردة 26 يعني كانت بيضة اول امبارح، ده هنشوف يوم 26 اخبارها ايه وباضت ايه. طبعا ده الذكر اللي راقد على البيض، انا كنت حاطط بيضه بلاستيك، دي البيضه البلاستيك. ايه ده بسم الله ما شاء الله، باضت بطين في وقت واحد، النتايه دي بتبيض دوائم. طبعا كل واحد هيقول ان هما نتايتين، انا نفسي بقول نتايتين، لكن انت احكم انت بنفسك. بسم الله ما شاء الله، الذكر اهو والنتايه اللي هي ورا دي ما شاء الله لا قوة الا بالله. وحش يا جماعة، هو الذكر ذكر. وبعدين الناس اللي هتشكك، انا نفسي شكيت، عشان كده انا امبارح قايس او جسيت الذكر والنتاية، النتاية هي اللي كان عليها بيض، الذكر ما كانش عليه بيض، عشان ما نقولش ان هو نتاية، النتاية كانت محجرة فيها، لكن الذكر جسيته كده ما فيش حاجة، يعني ذكر ذكر. يبقى كده النتاية دي بتبيض 4، أول مرة يا جماعة أشوف فعلا النتاية اللي بتبيض 4 دي، فعلا النتاية دي معجزة. لكن هو عيبه القص ده ان هما بيكسروا البيض، لان الاثنين عايزين يرقدوا في وقت واحد، والقص ده تقيل، يعني مش هتتخيل الا لما تمسك في ايدك كده الفرد، خاصة الذكر بزيادة شوية. دول هنكتب عليهم برضو التاريخ 26-1، وهنحضنهم تحت حمام بيض النهاردة او هيبيض بكرة او امبارح، مش مشكلة يعني، فرق يوم. كتبت عليهم اهو يا جماعة 26-1 مميز، عشان اميزهم طبعا عن البيض التاني. طب حد هيقول لي هو البيض صغير، هو فعلا صغير شوية، لكن ان هو يشبه مثلا نقول بيض الحمام البلدي او بيض الحمام الزاجل، لكن هو بيض الحمام اللحم بيكون اكبر شويه، لكن حجمه مقبول يعني ان هو يفقس،
لكن تلات بيضة أربع بيضات دي حاجة أول مرة أشوفها. ليه بقى أنا هسيب دول تاني يحصوا التاني كمان للمرة التالتة إن أنا أشوفهم برضو أختبرهم هيعملوا إيه؟ هل هم طبعهم إن هم يبيضوا تلاتة وأربعة؟ العيش اللي فات كان تلاتة كسروا منهم اتنين لأن كنت سبت لهم البيض أول مرة جربهم إن أنا شاريهم معرفش شغلهم. فناخد البيض ده عايز اعمل منه سلالة ان شاء الله. بيضة التانية اللي قبل العيش اللي فات تقريبا فقست تحت حمام تاني. هسيب لك رابط الفيديو في اول تعليق على الفيديو ده. هنحضن حصويتين هنا تحت القص ده. النتاية دي هنشوف بيضة ايه. بيضة اهو. البيضة دي بيضها اول امبارح يعني المفروض تبيض البيضة التانية دلوقتي. انا هاخد البيضة بتاعتها معاها. دي البيضة اللي انا شلتها من النتاية اللي لسه بيضها، بقول لك لسه هتبيض التانية دلوقتي. هنشوف الحجم، في فرق في الحجم يا جماعة اهو. بسم الله ما شاء الله. اللي بيضة اربعة طبعا اصغر شوية لان هم اربعة. من النتاية دي بتبيض توائم، المرة اللي فاتت بيضت التلاتة. هحط البطين دول للنتاية اللي هي لسه هتبيض البيضة التانية دلوقتي. يا جماعة بسم الله ما شاء الله. اخد برضو البطين اللي لسه اللي هم معانا اللي بنقول الاخضر دول هنحطهم برضو تحت قص تاني. معانا هنا القص ده بسم الله ما شاء الله برضو محصيها حصوية والمفروض انها تحص الحصوة التانية النهاردة. فانا هاخد البيض بتاعها، اخد البيضة اللي تحتها واحط لها البيضتين اللي انا كاتب عليهم باللون الاخضر. زي ما بقول لك انا محتاج اشوف السلاله دي ومحتاج في نفس الوقت اتاكد ان البيض عمران ولا البيض فارغ. النهارده 1 فبراير يعني 1/2 ادى القص ان شاء الله بيجهز عيش جديد. نشوف الاسوس اللي انا حضنت تحتها يعني فات كده من يوم 26 1/1 نقول مثلا ايه 5 ايام. انا محضن هنا بطين تحت القص ده اجيبهم كده اهم، ومحضن هنا 2 خدهم برضو وعلى التانيين. ادى الاربع بيضات اهم بعد ما جمعتهم، الاتنين اللي بالقلم الاسود اهم، دول البطين اللي متبضين في الاخر ودول البطين اللي متبضين بالاول اللي كان مكتوب عليهم باللون الاخضر بس الكتابة اتمسحت اهو باقي الكتابة. دول كانوا يوم 24/1 يعني دول الاول. هات في النور كده ونكشف عليهم. هنبدأ بالبطين اللي هم كانوا في الاول اللي هم كانوا بتاريخ 24 اللي ما عادش عليهم كتابة. دول كشاف الموبايل اهو. هنحط البيضة دي فارغة، البيضة بتاريخ 24 فارغة. نشوف اختها ايه ده لسه دي بتفكر ان هي ايه مش عارف لسه. استنى عليها كمان يوم عم بكشف عليها بس انها فيها بس ايه مش كامل يعني. نشوف اللي هم بتاريخ 26 تقريبا كانت مخصبة بس برضو باظت يعني شايف كده اللي هي فرشت كده العروق في الطرف كده يعني ايه كانت مخصبة بس ايه باظت. دي بتاريخ 26. طب نشوف الرابعة دي مزاج دي الوحيدة اللي مخصبة تخصيب صح، دي مخصبة والجنين صاحي اهو حي. ليه النقطة كبيرة في النص وفي عروق متفرعة كده يبقى ده اللي هو الصحيح. انا هسيبهم دلوقتي وعيد عليهم بكرة كمان. ليه دي انا حاسس ان هي معمرة او هتعمر لسه مش عارف ممكن تتأخر كده ولا ايه. النهاردة 2/2 هنكشف على بيض القص ده اللي هو بيض 4 بيضات. اول واحدة فارغة، نجيب اختها اللي هي اتبضت معها في نفس اليوم اهو. جبنا التانية اهي ما شاء الله ما شاء الله مخصبة، دي اختها. يبقى واحدة وواحدة تمام. نشوف اللي هما اتبضهم يوم 26 دي واحدة من اللي اتبضت يوم 26 كان فيها تقريبا بهو فيها تخصيب بس فرش زي ما حضرتك شايف كده اللي عمل الدايرة الكبيرة دي يبقى دي باظت لكن هي كانت مخصبة. المهم احنا كده اتأكدنا ان عندنا ذكر ان هو ذكر وانتهى عشان الناس اللي هتقول ده نتايتين
لا هم ذكر وانتايه، دي مخصبه بس دي ايه باين فيها اكتر. يبقى كده فيهم بيضه من كل يوم اطبادهم، بيضه مخصبه وبيضه فارغه. الظاهر كده ان هو ما ينفعش يكونوا الاثنين اللي في يوم واحد عمرانين، اللي بياخد التخصيب بيضه واحده. المهم معانا بطين عمرانين من القص اللي بيبيض اربعه ده. بس هل بقى السؤال، هل ممكن ينفع ان هو يكونوا من اربعه مخصبين ولا ما ينفعش؟ طبعا هو معجزه ان هم يبيضوا من اربعه، مفيش، انا ما شفتش النتاية اللي بتبيض اربعه دي قبل كده. اتنين توائم في كل يوم، يعني بتبيض يوم 24 2 ويوم 26 تبيض 2 مع بعض. ده حاجة أول مرة أشوفها. لكن هو بقى هل ممكن يكون الأربعة مخصبين؟ فاللي أنا هعمله إن أنا هغير الذكر بتاعها ده. هي طبعا كانت بتجهز العش، بتحضر العش، بس اللي أنا بفكر فيه جديا إن أنا أشوف لها ذكر تاني عشان أختبر. ممكن يكون عشان الذكر حجمه تقيل فمش قادر يخصب كويس، معرفش. أو إن أنا أعطيه سيلينيوم وأعطيه فلفل أسود وأسيبه كمان أختبره كمان عش. هجربه كمان عش. اعطيه فلفل اسود في الفم 3 4 ايام اسبوع، 3 حبات فلفل 4 حبات فلفل، واستخدم السيلينيوم المستورد اللي انا بستخدمه معهم. بس هكثف الجرعه شويه للذكر ونشوف اذا طلع برضو بطين ملانين وبطين فاضيين او 3 زي ما كان عامل في العش اللي قبل كده. هنشوف، ابقى افكر اغير الذكر. برضو انا نفسي يطلع الاربعه مخصبين، تكون دي المعجزه الكبرى بقى. لإيه الفايدة إن هو طلعت أربعة ومنهم اتنين مخصبين واتنين فاضيين؟ مفيش فايدة غير إن إحنا إن البيض طلع حاجة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.